السلام الخوت، اليوم دخلنا لجوجل كان بقشو غتطلع لنا كلشي كيقلب على كحلوش تشكون دخونا. المهم قلبنا عليه مزيان ولقيناه سبيطار متنقل ديال الضحك وسميتو عبد الله البركاوي، وبزاف منكم عرفوه في الاول غير في يوتيوب كوميديان عشيري، وهو ايضا كاتب رابور طباخ وكال وزيد وزيد، خدم سكيتشات مع دراري اخرين بحال امين الفيلالي، من بعد شطاكسي نيشال ستاند اب كوميدي صطاعي عبد الله الضحك. دابا كلشي كيتمنى ولد زاكورا هو اللي يدي ستاند اب كوميدي، وتحديدا دوار تمتيك جماعه تمكروت عليك حلوش وبون كوراج مونامي.